بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. وحن بلا بين سلسلة حناء ونقوم قعدرني الفوائد اليومية من الأخلاق والآداب الإسلامية وسلسلة حناء وفائدين قابا وطابنا يا أخلاق دا ونأكسنا دين تانا دا إسلام كاين فرأيسو يا آداب تشرعي نبي أننا صلوات الله وسلامه عليه وجدد هدف كإلهي وصدريها إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. موضوعنا وحنو دورني باهذا أي أقبته ومدى يبلشد إسلام كا مركا إن لغو بوريو إيضاونا لغو ديرينينين نقاطك يقضبض مركا عن تلمام بيننا كو عدام باللابانو قضب كينا كواد حنعوانو قدقينا الصدق شيء لا يقوم به إمرء إلا وحشوب فؤاده إيمان. قضب كينا وحوية هاي رمت وقفك مسلم وكسفوبه وحي دليل تهي إيمان وقلبي جيس حمبار سيني هاي مركوا صفاء دي هادو قيمة بدل رمتا قفك مسلم كنا وارمها كو حمباره انو دورته وناجا اي خيركا. قضب كينا كواد وموضوعا كو سابسا وحن لنا هاي انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله سبحانه وتعالى وحولي هاي وناجا يا برغا يا صمفالكا جاري ميسان إلى نفتي نوحا أي جعش هاي أد بحسان وإلهي درتي سادو قدمتان. الإمام سفيان الثوري رحمه الله حولي هاي وحاكمدها عدد سلف كيني رضوان الله عليهم أجمعين رغن كوذي وناكسنا وصوبنا آيات داسنا كتر جمايو عمر وكالي رضي الله تعالى عنه مركو سوقات حولي هاي كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به. هذا الشيء حوله سكمده وسيقوني أهانا دو جعلاسته ويسدافيني جري إلهي أكتيسا يوغيسيني جري أكامتا آخر يوكرداني جري وايو إيمانك قلبك هذا كجرة حمبارسنتهاي وإن فعلك هذا أرميه وأنا رنتي أن كسوق هذا ني كلمة دينا صدرت هذا قفك مسلم كمركزتا ووحي وجعليهاي وإلهي سبحانه وتعالى درتي سأبحيه نفقيه مسلمين تكو أنفعه أرنتا وحي أهر سيد إيسا إنه إلهي رده سنة قاره نفتي سنة إيمانك وحنبار سيهاي ومركا نقدمه أهر سيده وددي وناك سنيد إلهي سبحانه وتعالى جنة إيسا يرده سلقو قار لها. قضب كينا لباد حنقصو قادنا إنا فوائد النوايا الصادقة فإذا ذا إلا ذهي قفك مسلمك نيدي سواناك سن الرمطة فإذا ذا إلا ذهي وحلي رهدا ليست العبرة بكثرة العمل وإنما العبرة بالنوايا الصادقة. عبرة إيوه مهمة دماءها قفك إنو عمل فربضا لإماده أعمال بدن وخيرئة إن أدلا إماته وحكا مهم سن نية ذا حنبار سنتهي ولو عمل كذا بهاي راضيه إن ضبطها داعتها ضر الله تهي. وينبينا صلوات الله وسلامه عليه حديثك صحيحها في صحيح مسلم وحكوشا أول من تسعر بهم النار دتك أوه الريو أو نار تلقو بلابا إن لقو طورا من لقو قبو وسدح قف سدح داقف معين وقارئ ومنفق ومجاهد وسدح قف أو أعمال مقال كذكر وآدي آدو قيمة بذيني هاي سمي هذا كم مطينا يكون عذاب قلان سببتنا وفساد النية نية ذو ذو حمات يعمل كأجددي هدف كي أسمينا ين أو سيد الصحدها أنا وافقين صدرت هذا أعمال شوذي فراها بضنيت قيمها بضنيت مقال كينا يلأرقين ما ينفعين مركي نية ذو ذو أي خربنتي صدرت هذا وحليرا دا لا تثق بكثرة العمل هكوكا تسومن عمل فربضا أوت سمعيسو فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا عمل كم فراها بضان أوت سمعينيسو ورمها يسيد
إن لغا أقبلي دونه إيو إنو إلهي سور رجيني دونه الله سبحانه وتعالى الشرط وحوغده عملك أقبلي تانكيس إنما يتقبل الله من المتقين صدوك لها كآمن نقون ذنوب تاذا فرها بضنو ضحنبار سنتهاي وآيو فإنك لا تدري هل كفرت عنك أم لا إلهي إنو كاردا فيكاسا محي إيو لئنا السيدة ورمهاي سيد صدرت هذا نيذا إنو قفك حقيقيه فإذا دا يولاد هاي نولشي سأدوني مذا خرابا قضب كينا سدحات كسو قبقبين إنو كلمة دينا وحي تهاي الحذر من العجلة وحبنا آذن كآد وقبضا وحلا ده دك كفير سلاان هبص شلاان وأرن خطرة سلف كيننا آد أي أقدق جرين بل أي أبحيين العجلة أم الندامات دق يقفك أرنت أوسمين أي أوسن كفير سن وحي أهر سيدة إيسا مرغو إيهم مركا قوم ما يشاء الله يتبضا الإمام ابن حبان رحمة الله عليه أي أوحولي هاي إياك والعجلة إسك إلالي دق إن أضوح مركا قبنا إيسو دق أتكو سمعيسو إسك إلالي مركا سدباتة أولي هاي دق أيو تيريي علي هاي قفك دق أيو وحوكو هادلا وحوكو هادلا انتو سن اسكهو بينين وحن مبينبا مرنبا مسحيي هاي مخلدين هاي انتو سن وبسنين اسكا هادلا يوكو عمل فلايا وخطر حدو دنبين وكا قوم مينا يا وحلقا يهو انو جواب بحيو أسوبا لسؤال وانا أرين لباتة ذلك وقت جينا ناد مديني آدو بضانت هاي وحلقا يهو الشيء انو أمانو أسوكونا وحن وبسنين اوسن تجربكو سمينين كدي ابن هادو دنبو هادنا دليل وحي وشلي أمانا ايه ما انتو اس بدلو انو قوان قاتو أسونا نكفي كيرن بحلقا يهو أخيرا ناقفك آخر كيسي او نقدو مركا انو كقوم مايو مركا خلدات بضان او دعا وحا سببو قفك انو سن كبار اندقين وحا او مركا سمينا اما قول هنقضو اما فعل هنقضو مركا اسكهوبي وحا سمينا يسو انتا ذن كل قاقين وارن هذه آدو قيمة بضان مركا كلمة دين انتا سيان كسوكوبة يا مانتا هذا وبالله توفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.